في النصر الاهلي السنه اللي بحضرتك. تحياتي لكابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، وكابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن بلال. نور يا كابتن. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي على الفوز، ثلاث نقاط مهمين جدا، وهارد لك للنادي الاسماعيلي. كابتن ايمن، النهارده كان اختبار صعب للتحكيم بشكل عام. النهارده البدايه الحقيقيه او الاختبار الحقيقي هو كان مباراه النادي الاهلي النهارده والاسماعيلي. انت معاك يا كابتن شريف؟ اه. النهارده الحكم النهارده داخل محمل بالضغوط. انا عاوز ادي مردود كويس يا كابتن ميلال، لان هي الانطلاقه الاولى للحكم ده هيبقى ترتب عليها ان الحكام كلها بتيجي تخش تاخد ثقه بعديها. فكان محمد النهارده عادل عنده مباراه صعبه، لا صعبه النهارده، مباراه صعبه فيها اختبارات كتيره جدا جدا جدا. اعتقد النجاح الوحيد النهارده كابتن علاء اللي هو ما كانش داخل بالضغوط اللي هي بتاعت الموسم اللي فات. انت معايا؟ داخل شويه ان الضغوط دي ذهبت عنه، فبيحكم النهارده وهو نفسيا مرتاح. في اخطاء عدت فيه، ولكن بشكل عام النهارده تحكيم موفق يا كابتن ايمن، اللي طاقم التحكيم بالكامل. شفنا كمان ميزه الفار اللي النهارده ما كانش ليه اي وجود. نتيجه ايه؟ ان النهارده احنا بنركز على الحكم. للاسف الشديد الموسم اللي فات كنا كل محاضراتنا للفار للفار، النهارده الحكم هو الاساس. لما اشتغل مع الحكم بشكل كويس، ادي له شغل نظري وشغل عملي كويس، اخليه يبذل جهد، هيقلل من اخطاء حكم الفار. دي تعليمات جلادنبرج يعني الموسم الجديد، يعني يخلي الكره اللي تجري ادي تحت الفرصه الحريه، ما تعتمدش دايما على الفار. كابتن شريف كلامك مهم جدا والناس كلها لمست الكلام ده. الموسم اللي فات كان فيه كل مخالفه بتتحسب، كل لمسه فاول فاول فاول. الكلام ده بيقتل متعه المباراه كابتن علاء، كابتن شريف بيقتلها. الراجل لما جه قال لك لا انا مش كل مخالفه او تلامس تحسب لي فاول. دايما تشير بسن اللعب طالما ما فيش مخالفه والاحتكاك احتكاك عادي. النهارده محمد عادل بيطبق هذا الاسلوب. هو مش النهارده بس يا كابتن ناصر، عشان بس الناس كلها تاخد حقها ومن بدايه الدوري. يعني كل الحكام انا اتفرجت على تقريبا معظم الماتشات، حسيت ان في لا دي تعليمات. تمام. بس اللعب يمشي. اللعب يمشي زي ما حضرتك بتتكلم، حضرتك بتتكلم دلوقتي. انا شايف ان هو اول ملك الاهلي وفرق واضح. هو قالها للحكام ايه؟ انتوا اللي بتعطلوا الوقت. انتوا كحكام المفروض بتحافظوا على المباراه ووقت المباراه، انتوا اللي بتعطلوا وقت المباراه. خلوا اللعب يتماشى، خلي فيه متعه يا كابتن، فيه متعه للجمهور، متعه للناس تشوف، وانت كمان كحكم تستمتع بادائك. النهارده بنشوف النهارده اللعب تواصل، في التحامات وفي حاجات جميله، ولكن الميزه النهارده كابتن شريف، الميزه ان محمد يعني المعايير كانت قريبه، يعني ما كانش فيه جاب ما بين هنا وهنا، يعني الاخطاء اللي هنا هي الاخطاء اللي هنا.